تحية وسلاما، تحية حب وتجديد عهد وشوق كريم موصول إليكم واحتراما. السادة الأفاتارات في كل مكان، السادة في الوطن الكريم السودان، تحياتي وسلامي لكم جميعا، كل الناس اللي فتحتوا البث المباشر الآن واللي بتشاهدوا في البث المباشر، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. وأحيانا يعني طبعا يعني مرات بتكون انت بتدرس في امور، بترتب في امور، ففجأة كده يعني بتختفي، يعني بتكون بترتب تكثر الشائعات واللغط وكده. الحمد لله انا بخير وعافية وصحة، ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة وبسلامة، وان شاء الله الوطن دوما بخير وبصحة دايما ان شاء الله، والوطن دايما نشوفه بعافية اخواننا. قولوا آمين، نسأل الله أنه يوقف هذه الحرب التي يعني طالت الصغير قبل الكبير. عليكم السلام وليد، حياك الله ومرحب بكل الشباب، مرحب بكم الناس الآن في التعليقات والفتحت البث المباشر. طيب الناس يا إخواننا تساعدنا كده، أولا يا ريت لايك شير، يا ريت ساعدونا لايك شير إن شاء الله نخش في اللايف طوالي. مرحب بكم هنا الصفحة، المعلق الرياضي أحمد الضي بشارة، الناس تعمل متابعات، تعمل إعجاب على الصفحة، إن شاء الله يجيكم كل جديد بإذن الله تعالى. يا ريت أي زول بيستمع لنا الآن أو بيسمعنا الآن يعمل معانا لايك، يعمل معانا شير. الأحداث كانت حبلى في الأيام الماضية، أو الأيام كانت حبلى بالأحداث، وشفنا كيف انه كانت المعارك، وطبعا للاسف الاستشهاد يعني او الموت يعني للاطراف كلها، ربنا يرحمهم، كل من استشهد في هذه الحرب، والمواطن المسكين ايضا استشهد. لكن كنا بنتكلم نحن دائما عن سيطرة قوات الدعم السريع على الخرطوم وعلى مراكز القيادة المهمة، وكنا دائما بنقول انه في حاجة اسمها البنج والتخدير، دائما بده الناس تخدير، دائما الاعلام بيضلل الناس، دائما بيخدع الناس، ما بديهم الحقيقة، ما بوريهم الصورة الحقيقية الحاصلة اللي هي في السودان، ما بوريهم الحاصل في الخرطوم، ما بوريهم الحاصل في الولايات، دائما الكلام بيجي مطمئن ساكت، لأنه زي ما قلنا قبل اليوم إنه في حاجة اسمها التحليل الرغائبي أو التحليل الرغبوي، وده بيجي للزول الداير الحاجة بس داير يسمع كلام معين ويقوله له، وهو بس كده يطمئن عليه وخلاص وينوم، لكن قد يكون الكلام ده على غير الحقيقة، على غير الحقيقة. على أي حال أيها السادة، طالعنا فيديوهات، شفنا فيديوهات الليلة منتشرة منذ الصباح، وهي كانت خطوة متوقعة، كانت خطوة متوقعة بشكل كبير، كانت خطوة متوقعة. لو الناس بتسمعنا يا ريت الناس تكتر من اللايك وتكتر من المشاركات، وخلونا نبيل ريقنا نشرب مويه شوية يا جماعة، الناس تكتر من اللايك والشير إن شاء الله بإذن الله. طيب رجعنا تاني من جديد الحمد لله. الحاصل يا اخواننا كالاتي، انه البرهان تم الضغط عليه جدا بالانتصارات المتتالية لقوات الدعم السريع اللي انتصرت في كل الجبهات، في كل الجبهات قوات الدعم السريع انتصرت على اللي هي قوات الجيش اللي بيقودوها الكيزان، ويعني عملت انتصارات كبيرة جدا. والبرهان في يوم العيد بتاع اللي هو بيقول عيد الجيش، بتسقط طيارة ميج في كل لحظة، بتسقط منطقة، بتسقط حتة، أو بتتحرر حقيقة حتة. لاحظتوا انتوا انه التراجع والتقهقر الكبير، وده الحقيقة كانت الحاصلة من البداية،
ودي الناس ما كانت دايره تعريفها، في ناس كانت ما دايره تعريف الكلام ده. لكن كمان الحقيقه حقيقه يا اخوانا، الحقيقه حقيقه. خلاص الان ما حدث هو امر كان متوقع. البرهان يا اخوانا الخروج بتاعه هو خروج بتاع هروب، وليس خروجا من اجل وليس هروبا وليس خروجا من اجل تفقد القوات المسلحه، ما زي الكلام اللي قاعدين يقولوه. ما مرق عشان يخاطب القوات المسلحه. هل تعلم اقرب الناس للبرهان في البيدروم لا يعلموا انه البرهان خرج؟ هل تعلم انه اقرب الناس من الضباط لا يعلموا انه البرهان خرج؟ الا شافوه، الا يكونوا سمعوه سمعان، لانه في البيدروم الظروف صعبه جدا عشان يسمعوا حاجه او يعرفوها. انت ملاحظ انه البرهان لابس الفانيله العسكريه، ما لابس اللبس العسكري الكامل. خلاص ملاحظ الفرحه اللي كانت ظاهره في وشه انه مرد. كويس، البرهان الى بورسودان ايها الساده، البرهان الى بورسودان، القائد الاعلى للقوات المسلحه او القائد العام للقوات المسلحه الى بورسودان. خلاص، وعليه الان جاري الترتيبات، الان جاري الترتيبات لقائد جديد، الان جاري الترتيبات على قدم وساق. الاسلاميين طبعا دايرين يحشروا نفسهم، دايرين يجيبوا قائد. يا اسلاميين انتوا ما مرغوب فيكم عليك الله، ما في زول دايركم عليك الله، ما 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 يعني خلاص كده، ما 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 اي خطه لكم فاشله. انت محل ما مشيتوا، محل ما قبلتوا ربنا سبحانه وتعالى، ما 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 حيوفقكم، لانه نواياكم نوايا بتاع السوء، اضمار بتاع شر، حقد شر وحقد غريب. خلاص تدمير للمجتمع، نقول لك ما تدمر البلد، تدمر، خليها تدمر في راسك انت، في انت تدمر في راس المواطن وتدمر البلد ليه؟ في انت يا هو فهم واحد. اما الزول عنده نايف راسه ده، ما نصيح ده محمد جلال هاشم ده، يجي يقول لك قال الدعم السريع استلم، دار استلم مدرعات عشان قال دار يهرب بالكوبري. انا يا فقدان المنطق ده مشكله كبيره. خلاص جلال ده من زمان بالمناسبه يعني ما واعي، من زمان مهما قرا ومهما عمل نفسه، لكن من زمان كويس. فشنو، انا ما بقول انه هما دكتور، ما بقول انه درجته العلميه ما بشيله منه، فهمت؟ ولا عندي الحق ده، لكن كلامه كده واضح. المهم شوفوا، هو الاتفاق ما يجي ياسر العطا ولا شمس الدين كباشي، ما في واحد فيهم يرأس المجلس، ما في زول فيهم يرأس القيادة بتاعت الجيش. إذا رئيس واحد من ديل حتستمر الحرب، إذا ما رئيس واحد من ديل ما حتستمر. بعد تاني اللي بيحرشك بيقول لك الحرب تقوم، بعد تاني أعرف إنه ده عدوك، وكان داير تسلم نفسك ليه؟ وأسلم نفسك وتحمل ويلات الحرب انت كمواطن تاني. خلاص في انت، ما خلاص انت الان كل الحلول قدامك. جاك حميد تيجي قال لك يا اخي انا خلال 72 ساعه بوقف الحرب، اعزلوا القياده العامه، اعزلوا القياده بتاعت الجيش، لانه حميد ما بيرغب فيها يعني. كويس، والدعم السريع ما بيرغب فيها يعني، فخلاص يعني قال اعزلوها يعني، خلاص الموضوع منتهي يعني. في انت، فشنو الكيزان مقومين الدنيا ومقعدينها، ها هسه انتصرتوا؟ هسه يا كيزان انتصرتوا؟ هسه ياهو البرهان انسحب خلاص. كويس، ياهو البرهان الان بموجب اتفاق البرهان ما مرق ساي، البرهان ما هرب ساي، البرهان لا يجرؤ على الهروب، لا يجرؤ على الهروب، لانه انت ما عارف مئات التاتشرات المحاوطه القياده العامه والقناصين، انت ما عارف الكلام ده من الدعم، لا يجرؤ انه يهرب. البرهان اخلى طرفه. كويس، يجي بعد ده في المشهد الثاني ولا ما يجي ده شيء ثاني، لكن الان هو اخلى قياده القوات المسلحه. كويس، هروبه الان خلاص اعلن بشكل واضح. وشوفوا يا اخوان، اسمعوا الكلام ده، خلاص ما تسمع لي الكلام اللي بيكتبوه في الفيسبوك، ويعني ناس كتار بيكتبوا في الفيس، ده اللي بيطمئنوا في نفسهم. هو يا كيزان، هوي الموضوع ده تم، والدعم السريع ما حينسحب لك الانسحاب الكامل اللي انت متوقعه، عشان ما تفتكر انه الموضوع ده سهل وتجي بعد سنه سنتين تدويره، ولا شهر شهرين، ولا اسبوع اسبوعين، ولا لا 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 لا. فانت الدعم السريع حيكون قاعد، استخباراته حتكون موزعه في كل الاحياء، حتكون قاعده، حتكون باقصى، حتكون في كلام كثير. فانت ما تفتكر انه الموضوع ده منتهي، خلاص تاني ما في فرصة للكيزان انه يضربوا المواطن، تاني ما في فرصة للكيزان طيرانهم يضرب المواطنين وهوناتهم تدك المواطنين. قد تسمع زي ما قيل بعض الاشتباكات، قد تسمع، لكن اذا كان الحاصل الان انا بقوله لك بكل صراحة،
وانا لي كم يوم يا اخوانا ما عملت لايف هنا، والناس يمكن لسه ما شافت البث، الناس تعمل معانا مشاركات لللايف، يا ريت اي زول يعمل معانا شير. مرحبا بكم في الصفحه هنا، المعلق الرياضي احمد الضيب شارع، المعلق الرياضي احمد الضيب شارع، بتلقوا الصفحه هنا، بتلقوا الحساب كاملا كويس، او الصفحه اللي هي فيها اللايفات. مرحبا بكم، الناس تعمل متابعه، تعمل اعجاب على الصفحه وعلى اللايف، تخلي اللايف ده يتحرك كويس. فزي ما قلت لكم، الوضع الان كالاتي: الوضع انه قياده الجيش هي قسم، نحن لنا مواضيع ان شاء الله كثيره حنتكلم فيها باذن الله تعالى جايين عليها ان شاء الله، لكن من ضمن المواضيع دي قياده الجيش انقسمت. الاسلاميين نفسهم انقسموا انقسام كبير الان. الان في انقسام كبير زياده في الاسلاميين. وبعضهم برى انه الفعل البرهان ده صح. كثير منهم برى انه الفعل صح. لكن للاسف ما وروا حتى ناسهم. يعني الناشط اللي بيكتب في الفيسبوك وهو بكون كوز، هو للاسف هو ما عارف كويس. القياده بتاعت الجيش ذاتها ما عارفه بالاتفاق. اها رايك شنو؟ خلاص هتقول لي انت عرفت من وين جاتك النتيجه، المعلومه من وين؟ زي ما انت قاعد تجيك معلومه، زي ما قاعد تجيك انا بتجيني. انت مالك؟ في انت بفكر، انت مالك؟ خلاص بفكر ان شاء الله جابت لي كديسه. في انت فشنو قصه انه البرهان هرب؟ دي منتهيه. قصه انه البرهان انسحب الان باتفاق وبتنسيق، باتفاق وبتنسيق، ركزوا معي كويس، خلاص باتفاق وبتنسيق مع قياده الدعم السريع كويس. وانه الان الدعم السريع بيقول انه يجيبوا قائد جديد، خلاص ده انا بوريك ما خلف الكواليس، بيقول انه وما بدعي اني اكثر ذو علما، ولا بدعي اني الناشط الوحيد العارف، ولا بدعي فهمت. لكن الان القصه انه البرهان ما ورى القياده بتاعت الجيش. قياده الجيش قاعده شافت البرهان مرق او عرفت، وفي جزء لسه ما عرف. ليس لانه قاعدين في البدروم، قاعدين وين؟ قاعدين وين؟ بقوا هم في طريقه مخارجه نفسهم. طيب اذا شمس الدين كباشي طلع وزي ما ذكر لي مصعب قبل شويه، اذا قال انا مع حميدتي بعد شويه ما بيزول الضايق. يعني كان بيتكلم معي قبل شويه في انه قال شمس الدين كباشي انه ممكن يطلع يأيد، ممكن ما بعيده. خلاص ممكن ما بعيده، خلاص ممكن يكون هنا، لكن ما حيكون قائد للقوات المسلحه. اذا تم تعيين قائد للقوات المسلحه يعني استمرار الحرب كويس، يعني استمرار الحرب. فالدائر الحرب يا ريت يشيل سلاحه ويمشي يواجه الدعم في محلاته، خلاص يا ريت، خلاص ما يحمل المواطن تبعات الكلام ده. يجي يقول لك قال لا احنا ما دايرين والله ما قبل يا زول هوي. فهمت؟ البرهان ده سوى كل اللي بيقدر له، كل اللي بيقدر له. والبرهان ده انا من البدايه ما قلت لكم ما داير الحرب دي، من البدايه ما قلت لكم خطاباته مخطابات حرب، ما قلت لكم انه الحرب بيجروا عليه الكيزان جرا، ما قلت لكم الكيزان ما كان عندهم اي مانع في انه السودان ده يدمر ذره ذره من اجل مصالحهم واطماعهم اللي هي وملكهم اللي شايفينه سلب. يا اخي انتوا جيتوا في ليله ظلماء يا اخي حكمتوا السودان، تاني ما بتكرر الكلام ده، تاني ما بتكرر الكلام ده، تاني ما في زول بيقبل بيكم يا اخي، تاني ما في زول بيقبل بيكم، خلاص ما في. ولله جنود السماوات والارض، سلط الله عليهم من جنوده اللي هو من الدعم السريع. جنود السماوات والارض يا جماعه ما ضروري الا يكون جنود الارض مثلا، ما ضروري الا يكونوا صالحين، ممكن يكون فيهم الصالح والطالح، لكن انت طغيت جاب لك ديل كويس. الدعم السريع انتوا جبتوه، انتوا انشاتوه، انتوا عملتوه، تاني ما تتبكوا لنا في الاعلام تقعدوا والله الدعم والله الدعم كويس. الدعم السريع هو شرعي كويس، الدعم السريع هو سوداني، حميدتي هو سوداني، خلاص ولا دايره نقاش ولا دايره كلام ولا في زول بيقدر ينكر الكلام ده كويس. وكونه انه يعني انا حللت المكالمه بتاعت الفيديو اول امس اللي هي بتاعت اللي هو بتاع المدرعات، كان واضح الهزه وواضح انه زي الحقونا، خلاص كان واضح تماما، وواضح انه الجيش بقى يعاني في كل الجبهات، وواضح انه الجيش انتهى في كل النواحي، وواضح انه الجيش اتدمر في كل النواحي. خلاص يبقى انت داير الجيش ده بعدين ينتهي كده زياده
ولا داير انه تحافظ على ما تبقى من الجيش وتجيف الحرب والمواطن يشوف حياته وتقدر انت تتعامل بعد ده مع الاوضاع اقتصاديا وامنيا وسياسيا والبلد تقوم من جديد يا جماعة. يا اخوانا الرباط المجتمعي في البلد يتفكى يا اخوانا، يا اخوانا البلد ضاعت يا جماعة. نحن نقعد من اجل ثأر عقيم للكيزان يا اخوانا البلد تضيع؟ اسأل نفسكم السؤال ده، اي زول يسأل نفسه المصلحة شنو في انه الحرب تستمر؟ المصلحة شنو تاني؟ كويس؟ المصلحة شنو؟ الآن جاءت الفرصة وإنه البرهان انسحب خلاص، وإنه البرهان الملوك بتاع البرهان يا أخواننا ليس خروج بتاع سلام وتحايا خلاص، ولا قعاد مع ستات. هو هذا الرجل تعبان له فترة طويلة جدا جدا ما قادر يمرق، وعارف مقدرات الدعم السريع، عارف المقدرات. ولعلمكم في سلاح المدرعات أمور عجب، أنا ما داير أتحدث لكن أفهمه، في سلاح المدرعات أمور عجب. الأسلحة التي تم استخدامها في سلاح المدرعات والأسلحة الحديثة الدخل الثاني من الدعم السريع، أسلحة حديثة لم تستخدم في إفريقيا من قبل. ذكر الكلام ده كويس عشان زي ما قال ما نندم يوم لا ينفع الندم. خلاص الأسلحة دخلت الدعم السريع، البرهان عارف الكلام، عشان كده بيجا داير يمرق نفسه، وهو من البداية أسماها بالحرب العبثية. والعمل البرهان ده صح، العمل البرهان ده صح، هو داير خارج نفسه أوكي، وده لكن هو داير يهرب أوكي، لكن يا جماعة الزول اللي حيدخل في حرب خاسرة لمتين كده حيقعد يضيع في نفسه لمتين، يخد نفسه عرضة لغاية ما يموت زي الغزافي ولا زي علي عبد الله صالح، ولا أعمار بيد الله، ولا الأقدار بيد الله عز وجل. أنا لا غيرنا ما بنقدر نحدد فلانة، وإلا زي ما قلت ما في زول فينا بيقدر يتوقع هو بعد كسري من الثانية عايش ولا لا، ما في زول فينا بيقدر يتوقع الكلام ده. فشنو الحاصل الآن على الإسلاميين؟ إنه يتقبلوا المشهد الآن، على الكيزان يقبلوا الكلام ده، القيادة لا البرهان لا ياسر العطا ولا شمس الدين كباشي. الآن بيجري التنسيق لقائد جديد للقوات المسلحة كويس، وعليه بعد ده ممكن يكون إعلان إيقاف الحرب، ونسأل الله ذلك، نسأل الله ذلك، إعلان إيقاف الحرب تماما، هروب البرهان، انسحاب البرهان، يعني خلاص الضربة القاضية. الكيزان كانوا غاشين الناس بانه نحن قادرين، وكانوا خادعين الناس بانه نحن قادرين ونحن حنفعل ونحن حنترك. الان يا هودا شفتوهم وشفتوا القائد نفسه بينسحب. لذلك لو لاحظتوا الكيزان ما راضين عن البرهان نهائي، ما راضين عنه نهائيا خلاص، ما راضين عنه خصوصا في اخر اسبوعين، ما قبلانين انه البرهان ده يكون بالطريقة دي. ليه؟ لأنه شايفينه مايل للسلام، وهم أعداء الوطن وأعداء السلام. فالكلام هو كثير، الكلام كثير، إن شاء الله بنوافيكم بالتفاصيل وبنوافيكم إن شاء الله بما يحدث بإذن الله تعالى في لايفات جاية. لكن قووا معانا اللايف ده باللايك والشير الصفحة دي، لأنه عليها هجوم تقيل جدا جدا، عليها هجوم تقيل جدا جدا من أعداء الله أعداء الكيزان كويس، من أعداء الله الكيزان كويس، شغالين ضد الصفحة وضد أي زول بيقول كلمة حق. لازم يطلعوا يهاجموه ويخونوه ويكوزنوه ويجيبوا لك كتائب مصنوعه ويجيبوا له ويجيبوا له. فعموما نسال الله السلام، ونسال الله انه البلد تمشي لقدام. وبكرر للمره الاخيره، البرهان لم يخرج لتحيه الجيش، ولم يخرج لكي يتفقد الارتكازات، البرهان نفد بجلده، البرهان خلاص انسحب بنفسه، قدر الان باتفاق دولي. ده ما كلامي انا خلاص، ولا لكن من البدايه توقعت قلت لك هيحصل اتفاق كده كده، وانه البرهان ده ما حيقدر يقاوم كويس. وبالتالي هل نبئت يا ولدي يوما، او يا صديقي او يا ابي او يا امي او يا اخي او يا اختي، هل نبئت في انه ياسر العطا القادينك به في الاعلام ده، وبيقول لك ياسر العطا سوى وياسر العطا وعليه الرك وعليه ياسر العطا قبل اسابيع من الان بتواصل مع حميدتي في انه داير امرك،
بيتصل عليه بيضرب للقائد العام لقوات الدعم السريع محمد حمدان دقله الفريق اول محمد حمدان دقله كويس، بيقول له انه انا ممكن اسلم سلاح المهندسين كويس وبسلم ام درمان، شوف لي مخرج امن. ماذا كان رد القائد محمد حمدان الا ان انجو بنفسك انت لو لقيت طريق. ان شاء الله نوافق بالتفاصيل. الناس والله كاتب شير، تحيه وسلاما.